ورجعنا لكم تاني وهنتكلم عن العنايه بشعر الاطفال الصغيرين اللي هو في الحقيقه بيبقى زي البيبي، الشعرايه نفسها بتبقى جميله ولسه كده نضره، فاحنا برضو عايزين يعني ساعات البنت بتبقى رايحه المدرسه شعرها منكوش او مش ناعم او هايش او كيرلي قوي زياده عن اللزوم، وبتبقى متضايقه عايزه الشعر يبقى كويس، بس في نفس الوقت طبعا التعامل مع شعر طفل او طفله اكيد مختلف لانه حرام ناذي الشعرايه الجميله بتاعته دي. فالنهارده هنتكلم عن ده وهنتكلم عن هل في حاجات جديده، يعني سمعنا عن جهاز جديد ممكن هو يعني يساعد، بس يا ترى هل له اضرار ولا ملوش او ما ظهرتلوش اضرار لحد دلوقتي؟ اللي هتقول لنا على كل الحاجات دي الاستاذه رشا شلبايه خبيره العنايه بالشعر وعلاج الشعر. ازيك يا رشا؟ ازيك، صباح الخير، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يعني الجهاز اللي ممكن يتعمل او الماده بقى، بس بلاش نقول طبعا اسامي تجاريه، لكن الماده اللي ممكن تتحط على شعر الاطفال وفي نفس الوقت ما تكونش حاجه مضره؟ هو الماده اسمها النانو كيراتين. طبعا ده الاسم العلمي للماده. بالظبط. هو الكيراتين طبعا معروف ان هو البروتين الطبيعي اللي بتتكون منه 88% من الشعرايه الطبيعيه زي ما خلقها ربنا. لكن ده بقى المختلف فيه، يعني الكيراتين العادي هو بيبقى مركب كيميائي شويه وما بيناسبش، يعني معظم انواع الكيراتين العادي ما بتناسبش الاطفال. لكن النانو كيراتين هو كيراتين خام مصنع بتقنيه النانو. تقنيه النانو هي بتبقى عباره عن جزيئات متناهيه الصغر، ان انت بتجيبي المنتج بتضربيه في قلب، يعني بتكسريه لجزيئات صغيره جدا. الجزيئات دي بيبقى عندها القدره انها تخترق الشعره وتشتغل عليها، بتعيد بناء الياف الشعر من الداخل. ده اللي ما بيقدرش الكيراتين العادي او اي منتج تاني ان هو يعمله. طيب الكيراتين العادي اللي هو بيستخدم للكبار ده، والله في منه سيء في الحقيقه، وفي منه ناس شكرت فيه وفي ناس باظ شعرها منه، وده معناه انه كل المواد اللي جوه مش واحده يعني. لا، هو الاساس في الكيراتين هو بروتين طبيعي. هو السيء والجيد ده بقى بيرجع لانه لما بيبقى كمنتج مصنع بترجع للشركه، يعني في شركه بتعمل منتج مضاف كويس مضاف عليه حاجات او لا، بالظبط كده، مضاف عليه مواد كيميكال مضره او معمول لا بطريقه طبيعيه ما فيهوش اي مشكله. واتقال انه اللي بينعم الشعر ده هو اللي مش كويس، لكن النانو حاجه مختلفه تماما. لكن النانو ده ينفع يستخدم للكبار برضو؟ يعني الاطفال والكبار والرجال وكل حاجه بالظبط. بس هو امن حاجه على شعر الاطفال هو، وبعدين هو الميزه اللي فيه اللي مش موجوده في الكيراتين العادي ان هو علاج دائم. بقاله كام سنه شغالين بيه؟ النانو بقاله حوالي 3 سنين. 3 سنين. والاثار بتاعته بتقعد قد ايه؟ يعني تاثيره على الشعر بيستمر قد ايه؟ بيستمر فوريفر. فوريفر. ما هو ده المختلف فيه، هو ده الجديد فيه، ان هو بيتعمل بطريقه معينه. يعني هو مثلا حسب حاله شعر الطفله بتاخد من 3 لـ4 جلسات بيتعملوا في خلال من شهر لشهر ونص، بعد كده خلاص الشعر اللي بيتعالج ما بيرجعش زي الاول، عكس الكيراتين العادي. الكيراتين العادي مدته من 3 لـ6 شهور والشعر بيرجع زي الاول، لكن النانو لا. وتعمل الجذور بس، يعني كل مره الجذور بس اللي طالعه، مش الجذور هتطلع. النانو طبعا. لا يعني النانو ما فيش. لا، ما هو النانو فكرته ايه بقى؟ فاهميني. النانو فكرته ان احنا زي ما قلنا احنا جبنا الكيراتين الخام قصرناه لجزيئات متناهيه الصغر، الجزيئات دي عندي قدره ان هي تشتغل على البصيله نفسها وعلى الجذور، ان هي بتقدر تخترق الشعره بتعيد بنائها من الداخل من جديد، فبالتالي الشعرايه اللي طالعه جديد مختلفه. يعني الشعرايه اللي طالعه جديد طالعه مشبعه ببروتين الكيراتين اللي هي فقدته من جراء مثلا سوء التغذيه بتاعه الطفل، او في اوريدي طفل بيبقى خلقه ربنا هو مولود عنده نقص في بروتين الكيراتين ده في شعره، فبيبقى فيه شعره جفاف، بيبقى فيه تقصيف، بيبقى فيه هيشان. يعني بتعالج المنبت يعني من اوله، فبالتالي الشعرايه. طيب بالنسبه للتاثير على الشعر، يعني عشان البنات اللي شعرهم مش ناعم او هايش متصوره انها هتروح ترجع شعرها بقى حرير، هل هو ده تاثيره فعلا ولا هو عنايه اكتر او علاج اكتر ما هو تنعيم او فرد للشعر؟ لا، هو تنعيم بس مش فرد، يعني هو ملوش علاقه بالفرد. لكن هو بينعم فعلا الشعر، يعني لو الشعر جاف بينعمه، لو الشعر فيه تقصيفه بيودي يعني بيعالج التقصيف، لو الشعر فيه هيشان بيتوقف تماما الهيشان، لو الشعر بيتساقط بيقف التساقط، لكن هو ملوش اي علاقه بالفرد. لا، الفرد ده بقى موضوع تاني. موضوع تاني. يعني لو الشعرايه كيرلي هتفضل كيرلي، لكن بالزبط. هتبقى مش مقصفه، بتلمع ملمومه على بعض، نعمة. مش هايشه، ناعمه، لكن هتفضل كيرلي. تمام تمام.
والفكره دي بتبقى مرضيه بالنسبه للاطفال، لانه في سن معين البنات الصغيره بتبقى جايه فاكره انه شعرها هيتغير. هي بتبقى مرضيه جدا، لان هو شكل الشعر بيتغير 180 درجه. يعني هي بتبقى جايه شعرها جاف مقصف هايش، كل ده بيروح. بعدين لا، في حاجه بالنسبه لموضوع الفرد، بس هو ما بيبقاش فرد، هو بتبقى الموجه فكت شويه. يعني انا لما دلوقتي شبعت الشعرايه بالبروتين الكيراتين اللي هي كانت محتاجاه، اللي هي كان عندها نقص فيه، ببتدي الاقي الموجه معايا فكت شويه. احنا ما اقدرش اقول عليه فرد، لكن الموجه فكت شويه، ما بقتش نفس الشكل بتاعها الاول. لا تمام، ما بتاخدش نفس الشكل. رشا معانا سماح على التليفون، ناخد سماح. الو. ايوه. ازيك؟ ايوه. ازيك يا سماح؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. عايزه تكلمي رشا. وانت طيبه يا حبيبتي؟ انبسطتي في العيد؟ سماح انتي فين؟ الو. اه والله من مبسوطين بيكوا دايما على طول يعني. انا بكلمك على العيد، قضيتي عيد كويس؟ شكلك مش سامعاني كويس. طب رشا معاكي، اسالي سؤالك يا سماح على العموم. إيه هو؟ بقول لحضرتك، هو بالنسبه للنينو كرياتين دوت، يعني بالنسبه للانسات والسيدات يعني كده، طب هو يعني لو حاطين يعني يبقى فين وكده، واسعاره غالي ولا عادي؟ لو حابه ايه اسعاره؟ سمعت السؤال ده. السؤال الاولاني كان ايه؟ يعني عادي، لو انا عايزه استخدمه لشعري انا بقى اعمله يعني عند مين بالظبط برضه عشان ابقى عارفه؟ ما عندك رشا هي، بس يعني هجيب لك نمره. خدي نمره تليفونها من جوه عشان ممكن تساليها على التفاصيل دي بره. وبالنسبه للسعر يعني نقدر تقريبا كده نعرف اذا كان عالي ولا لا. شكرا يا سماح، ما تقفليش. خدي نمره رشا من الكنترول. الاسعار بقى بتبقى عاليه، لانه الكرياتين برضو الاصلي او الكويس غالي مش رخيص. النانو كرياتين نفس القصه؟ هو نفس القصه، نفس بس القصه. الفكره فيه انه الكرياتين العادي هي بتعمله مره واثنين وثلاثه ما بتوصلش اللي هي عاوزاه، لكن النانو كرياتين لا، يعني هي اوريدي هتدفع المبلغ في فرنج مثلا من 1000 مثلا، يعني نبتدي اقل نبتدي اقل من كده. وحكايه تعمله فين؟ في مراكز كتير قوي في مصر بتعمله، يعني هو بس تسال على ان انا عاوزه اعمل النانو كرياتين اللي هو امبليت الكرياتين الخام، بتتعمل عن طريق جهاز معين وتقنيه النانو برضو. بس يعني في اماكن كتير قوي في مصر، بس الفكره انه يبقى مره في العمر زي ما انت قلتي. بالظبط، هي مره وخلاص. تمام. ما ظهرلوش اي اثار او اضرار او لا يعني بالعكس. سايد افكت لحد دلوقتي خالص؟ بالعكس، لان هو منتج طبيعي 100%. هو ده المنتج الوحيد اللي بيحمل اسم الكرياتين اللي ما بيدخلوش اي كيماويات. طيب في ناس تقول زياده الخير خيرين، يعني بدل ما اعمل مره طب ما انا لو عملت مره كمان ممكن يبقى النتيجه افضل. هل ده حقيقي ولا هو كفايه مره واحده ومش مضطرين نعمل تاني؟ لا، هو انا زي ما قلت، هو بيتعمل على من 3 لـ4 جلسات. يعني هو اوريدي بيتعمل مش جلسه واحده. هي لازم بتروح 3 أو 4 جلسات بين جلسه وكل جلسه وجلسه من اسبوع لـ10 ايام. من اسبوع لـ10 ايام بالظبط، يعني لازم 4 جلسات يتعاملوا من خلال شهر لشهر ونص. لكن لو بعد سنه مثلا حبت تعيد، وهل ده ممكن يبقى له تاثير على؟ لا مفيش مشكله، يزود خلص التحسين ولا يفضل زي ما هو؟ لو هي حست ان هي محتاجاه اكيد هيحسن اكتر. لو هي حست ان شعرها بوظته بقى، عملت صبغه، عملت فرد، ما هي الحاجات دي. ما هي برضو كويس. أيوه. ان انت نبهتيلي النقطه دي، ان احنا دلوقتي انا خلاص اوريدي عالجت شعراي، ما ينفعش بقى اجي بعد كده اعمل فرد. في ناس بلاقي جايبين بناتهم، بنات صغيرين جدا، وبيعايزين يفردوا لهم شعرهم بفرد كيميائي. ما ينفعش، انا بعد ما عالجته خلاص بقى ما ينفعش ان انا ادخل فيه كيميكالز تاني واغير التركيبه الكيميائيه بتاعته من اول وجديد. كده هنبدا او حد كبير فيفضل يصبغ يصبغ يصبغ، وبالتالي كده هنرجع لنقطه الصفر تاني من الاول، وهنحتاج ان احنا نعمله تاني. طيب نشوف. يلا، ازيك يا رحمه؟ كويسه؟ معانا رحمه، احنا شايفينها من الاول قاعده معانا، وانا ما رحبتش فيها في الحقيقه، بس انا بعتذر لها. انا اسفه يا نسا رحمه. احنا هنجرب كده على خصله صغيره بس عشان نوري الناس هو بيشتغل. ده الجهاز بقى، عايزين نشوف شكله كده. هو الجهاز فيه انه اشكال كتير وانواع كتير، هي بس اهم حاجه ان هو يكون بتقنيه النانو، ويكون المنتج برضو اللي بيتحط فيه مصنع بتقنيه النانو. الجهاز ده غالي رشا؟ يعني مش اي حد يقدر يشتريه في البيت ولا حاجه؟ لا ما ينفعش، لازم حد متخصص. لا ما ينفعش حد يشتري في البيت. هو اوريدي الحاجات دي ما بتتباعش غير للبروفيشنال بس. يعني هي مش متاحه بيع للجمهور، بس هي موجوده في مصر متاحه. يعني انا عندي زي ما احنا شايفين بنحط السائل هنا، السائل بيطلع لي من هنا على هيئه بخار، ابتدي امشي بيه بالشعرايه كده
المفروض بتبتدي من يعني لو هنعمل الشعر في العادي بتعملي من تحت لفوق، بس احنا عشان نوري خصله باديه من فوق مش كده؟ انت مبسوطه يا رحمه؟ عايز تعملي ده؟ انا عايزه بس اوريكي كده البخار طالع فوق على. طب ازاي ده بيوصل لجذور الشعر يا رشا؟ ما هو البخار ده في رذاذ برضه، هو مش هيبان قوي في الكاميرا، هو باين عندي هنا، بيطلع على هيئه بخار ورذاذ يلمس الفرو بالظبط. يعني انا وانا ماسكه الشعرايه دلوقتي انا حاسه بالمنتج عليها، يعني حاسه بالمنتج عليها، لكن هي مش هتبان قوي في الكاميرا. طب بصي انا عايزه بقى هو ينفع نسيب دي وناخد خصله من قدام لانه الكاميرا كده مش جايبه لنا ال ال عايزين من انهي ناحيه؟ الناحيه دي كده كويس يعني، لو تنفع من القصه يبقى افضل. تمام تمام كده اوكي، على اساس ان احنا بقى برضو متابعين معاكي بالظبط انت بتعملي ايه. بتحتاجي تعيدي عليها كم مره يعني، تمشي بالفرشه دي كم مره يعني لحد ما الاقيها اتشبعت؟ انا بس انا بعملها كده حاجه طبعا كتجربه، ان هي الاول لازم الشعر بيتغسل بشامبو معين، برضو شامبو طبعا بتقنيه النانو، وبعد كده بتنشف بالسشوار، لازم يبقى الشعر ناشف تماما، وبعد كده ببتدي امشي على خصله خصله. بعد كده لانه زي ما بقول لك هو الشعر دلوقتي بيبقى زي مندي، ده مش هيبان قوي في الكاميرا، هو طالع رذاذ. بعد كده بنشف الشعر تاني بالسشوار، وبعد كده بعمله بقى بالمكوى السيراميك. البخار ده هو مشبع اصلا بماده النانو كرياتين دي صح؟ هي اوريدي دي ماده اللي هي في الانبوله بتتركب هنا بالظبط، هي كده هو الجهاز بقى بيكسرها بيطلعها، بتطلع لي بقى على هيئه بخار ورذاذ. طبعا احنا يعني ما نتوقعوش انتوا هتشوفوا نتيجه على الكاميرا دلوقتي، الموضوع محتاج وقت ومحتاج خطوات زي ما رشا قالت، احنا بس بنعرفكم على الجهاز كده. نوريهم لكن الحاجه مش هنشوف حاجه دلوقتي معينه حصلت يعني. لكن انا كنت في يعني صور اللي قبل وبعد، عايزين نشوف الصور صحيح. معنا صور هننزلها دلوقتي على ال، احنا قدامنا اهو الشعر مفيش صور؟ انا مش عارفه مش متاح باين في الكاميرا ولا لا دلوقتي. على العموم على الانترنت متهيألي متاح اي حد يدخل يدور على النانو كرياتين ويبحث ويشوف يعني. هي صور عموما قبل وبعد بتبقى لازم بعد 3 أو 4 جلسات عشان بيشوف النتيجه النهائيه للشعر. يعني عشان نشوف فعلا فرق جوهري لازم يبقى بعد ما الحكايه تخلص خالص، لكن اللي احنا من 3 لـ4 جلسات من 3 لـ4 جلسات احنا بس بنشوف الطريقه وازاي بيتعمل وازاي المنتج بيتحول من سائل لبخار ورذاذ. وريني كده الفرصه اللي اتعمل ترفعيها كده يا رشا. انت حاسه ان فيها هي نعم؟ طبعا انا حاسه بيها انها نعمت شويه. تمام خلاص كفايه يا رشا كده، هل احنا كده شفنا ازاي بيتعمل. تسلمي يا رشا ربنا يخليكي، شكرا ليكي. رشا رحمه انت هتكملي بقى صح؟ هتكملي شعرك بعدين بقى بره هنكمل الجلسه ونخلص. بشكرك شكرا جزيلا، بس اهم حاجه قلت لنا انه امان يعني. لا هو امان 100%. والاطفال والحوامل برضه على فكره، يمكن هو الحاجه الوحيده اللي امان على الاطفال وعلى الحوامل، يعني غير اي منتج تاني اللي هو بيبقى دايما فيه مشكله لازم يقول لك لا الحامل لا، الحامل لا، اللي بترضع لا، الطفله لا، لا ده المنتج ده مثبت بقى بكده ان هو فعلا امان. بشكرك شكرا جزيلا رشا شلبيه خبيره علاج الشعر ويعني العنايه بالشعر كمان. تسلمي شكرا شكرا يا استاذه رحمه نورتينا. لسه عندنا فقره تانية برضه.